السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف مع بعض ازاي نعمل وول سويب. وول سويب يبقى لازم عندنا وول، فخلينا نرسم وول اهوت. هنرسمه من ليفل 1 لليفل 2 وليكن مثلا اهو بالشكل دوت. طيب وول هرسم حيطة كمان بس هزود الارتفاع بتاعها وليكن مثلا ازودها بمقدار مثلا 1200 وارسم الحيطة بالشكل ده من هنا لهنا 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 بالشكل دوت. والحيطة دي هخليها مميزة شوية، هقول له ايه البروفايل وهقول له انا عايز اضيف ارك بالشكل دوت. نخلي ده مثلا 1200 برضه. خليني اقول له اعمل لها السكيل 1.3 تكبر بالشكل دوت. وهقول له اقطع هنا واقول له ترم من هنا لهنا ترم من هنا لهنا واقول له اوكي. طيب لو انا عايز اعمل سويب اجي من اركتكشر واقول له وول واقول له وول سويب وابدا اختار السويب اللي انا عايزه وابدا ايه اخليه على هذا الحته بالظبط. طيب لو جيت هنا وعملت برضو الوول سويب بنفس الشكل دوت في الحته دي تمام، هلاقيه بينزل جامد هنا زائد ان هو مش هيراعي الارتفاع دوت. اخرج من الامر واقول له وول سويب ولو ما احطها هنا واجي احطها هنا مش هيراعي هو الجزء اللي زي دوت. فالوول سويب بينفع في الحته المتصله. طب لو حته زي كده ممكن اجي هنا من كومبوننت واقول له موديل ان بليس وابدا اختار وول واقول له اوكي اوكي واجي هنا اقول له انا عايز سويب واقول له بيك باص في 3D وابدا اختاره بالشكل دوت. وبعد كده هقول له ترم من هنا لهنا ومن هنا لهنا وبعد كده اقول له انا موافق وبقول له ايديت بروفايل. هبدا ارسم بقى الجزء اللي انا عايزه تمام. فممكن اقول له انا عايز ارسم مثلا لاين اهو من هنا لهنا وبعد كده انزل حته صغيره كده وبعد كده هي بالشكل دوت وبعد كده مثلا قوس بالشكل ده